ومن مزاياه سلام الله عليه أنه من أصحاب الكساء الخمسة. قولا بعد الالتفات إلى بعض النقاط. أولا، إن حديث الكساء إجمالا بحسب المعنى مروي من طرق الفريقين وليس فقط عندنا، ابحث وانظر لترى ذلك. ثانيا، إننا أشرنا في الشذرات إلى أن أصحاب الكساء هم خير الخلق على الإطلاق، حتى المعصومين الآخرين التسعة من أولاد الحسين سلام الله عليهم، فلا يفضل الإمامين الحسنين عليهم السلام من البشر أحد إلا الثلاثة الآخرين من أصحاب الكساء، وهم جدهما وأبوهما وأمهما سلام الله عليهم. ثالثا، إننا نسمع في حديث الكساء أنه يقول، ماذا يقول؟ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذه إشارة واضحة إلى الآية الكريمة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن الحديث الشريف: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، إلى أن يقول. إلى أن يقول: ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال: فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.